نظمت المديرية العامة لشرطة ذي قار بالتعاون مع المركز الوطني لرعاية الموهبة واتحاد الكاراتيه دورة تدريبية للفنون القتالية بمشاركة جميع صنوف الشرطة. الدورة تركزت على أساليب التعامل في إلقاء القبض والسيطرة على المطلوبين والمشتبه بهم ورفع قدرة رجل الأمن في التعامل مع المواقف. لكي تكون لرجل الأمن القدرة على التعامل مع كل الظروف وليمتلك كل ما يجعل من أدائه الأمني مثاليا، شرطة ذي قار أقامت وبالتعاون مع المركز الوطني لرعاية الموهبة واتحاد الكاراتيه دورة للفنون القتالية شارك فيها نخبة من صنوف الشرطة. اللي تدربوا هسه حاليا 10 من كل جهة، يعني من كل وحدة من الشغب وسوات والمهمات، راح نلزم ذول العشرة يدربون مديرياتهم حتى يطورون أساليب إلقاء القبض الحديثة يلتزم بها المنتسبين. تعاون مع اتحاد الكاراتيه ومدرب الكاراتيه في المركز الوطني، وان شاء الله التعاون مستمر باي وقت احنا حاضرين ان شاء الله بالمركز من دعم معنوي ودعم مادي ان شاء الله. 15 يوما هي مده الدوره التي تركزت على احدث اساليب التعامل في القاء القبض والسيطره على المطلوبين والمشتبه بهم، كذلك رفع قدره رجل الامن للتعامل مع كل المواقف حتى وإن كان أعزل. تتعرف حاليا الوسائل الحديثة المستخدمة لطرق الاعتقال، الغينا الطرق التقليدية السابقة، اعتمدنا على طرق حديثة تقريبا 12 طريقة للاعتقال، استخدمنا أيضا عصا الشغب اللي كان سابقا عندهم مهملة ويفتقرون لمعلوماته اللي هي شلون المسك وشلون الاعتقال بيها. أيضا علمنا المنتسب أنه شلون يتخلص من السلاح إذا تعرض للتهديد. هذه الدورة ترفع من قابليات رجل الشرطة بالاعتقالات والتفتيش وغيرها من العمل المناط به. ودورة استفادنا منها دخلنا عدة طرق، يعني حفرنا متقارب 12 إلى 14 طريقة اعتقال وطريقة أخذ السلاح وطريقة الرهينة، وكانت دورة مثمرة. كما أكد القائمون على الدورة أن المشتركين فيها أصبح لديهم المعلومة التي يمكن أن ينقلوها لزملائهم لتشمل الفائدة أكبر عدد ممكن من المنتسبين. من الناصري أحمد يونس، العراقية نيوز.